أنا كإسراء انبهرت. عنب وعليه مايونيز في العيش الفينو. هاي جايز، وحشتوني كتير. النهاردة هعمل فيديو اللي بيطلب مني كتير جدا، ان انا هعمل فيديو مع مها من مها لايف ستايل. النهاردة احنا الاتنين هنجرب وصفاتكم الغريبة وهتشوفوا ردة فعلي. انا من الشخصيات اللي باكل الاكل بيسك قوي، نفس الاكل اللي انا باكله، ما بحاولش اغير، ما بحاولش اخترع في الاكل. فان انا اجرب حاجات جديدة دي حاجة مش هعملها لاي حد، هعملها لكم انتوا بس. بس احلى حاجة ان الوصفات دي مع انها غريبة هي سهلة، فانتوا ممكن انتوا كمان تعملوها. اول ما نخلص الفيديو ده تبقوا كده روحوا جربوا الوصفات دي وقولوا لي رأيكم في الوصفات لو انتوا كنتوا لسه ما جربتوهاش قبل كده في التعليقات تحت، او لو كنتوا جربتوا حبت وصفات منهم اكتبوا لي برضو الوصفات دي في التعليقات تحت. بس كده طبعا اول ما تخلصوا الفيديو ده تبقوا تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع معاها، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت تبقوا تروحوا تشوفوه. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تدوا الفيديو ده لايك، ويلا بينا نبتدي. Apparently انا ما عنديش حاجه من الحاجات اللي انتوا عايزين ياكلها، ف yeah I have to go shopping. انا لازم انزل اشتري الحاجات دي كلها، ان هي مش عندي في البيت. So to do list a day. But yeah, let's go. هنزل بالبيجامه بتاعتي عشان honestly انا مكسله جدا ان اغير. ف لا yeah، البيجامه حلوه جميله، مالها البيجامه؟ مين بيعمل زي بينزل يروح السوبر ماركت بالبيجامه بتاعته؟ يا ريت حد يقول انا، عشان ما احسش ان انا لوحدي اللي عملت الحركه دي. جايز انتوا مش هتصدقوا انا نسيت ايه. يعني اولا انا نازله بليست عشان تفكرني، بس طبعا طبعا لازم انسى، فمش عارفه كان لازمتها ايه بصراحه. تخيلوا بقى انا نسيت ايه. اولا نسيت تقريبا الحاجات اللي انا المفروض اجيبها من ماكدونالدز. هو هاو كام ده ماكدونالدز. تاني حاجه انا نسيتها اوريو. يعني جيت عند الحاجة اللي هو انا في الطبيعي اصلا بجيبها ما جبتهاش، وسبحان الله ما عندناش في البيت. طب نقول حاجات ماكدونالدز وهعرف اطلبها دليفري. ايه الاوريو؟ اكلم الراجل السوبر ماركت اقول له هاي معلش ممكن تجيب لي اوريو؟ يعني انا لو من الراجل بصراحة ما جبتهاش دليفري. وانا اكيد بقى مش هنزل امشي لحد السوبر ماركت، السوبر ماركت بعيد عني شويه، فانا اكيد مش هنزل امشي لحد السوبر ماركت عشان اجيب اوريو ورا. مش عارفه اعمل ايه. احنا ممكن في الوصفه دي ممكن يعني نحاول نتصرف. انا عندي بسكوت في البيت، فاحنا نحاول كده نتصرف. هي مش هتطلع هي هي الوصفه، بس ليش قالك ايه تصرف. فاحنا ممكن نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نطلب ماكدونالدز يرن عبال ما اصور بقيه الحاجات. زي ما انتوا شايفين احنا هناكل النهارده كتير كتير كده، وبعدين حاجات بقى مش لايقه على بعض خالص. يعني هي كل حاجه لوحديها حلوه، بس لما تجمعهم في الاخر هما مش لايقين على بعض خالص. يلا بينا بقى نبتدي. هي السفن اب مع غزل البنات. انا بصراحه عمري ما فكرت ان اعملها، لاني انا ما كنتش متوقعه ان الاقي غزل البنات في المحل. اللي كنت دايما بفكر ان غزل البنات ده، عارفين زمان المكنة بتاعت غزل البنات اللي هو يفضل يعمل كده وفي الاخر يطلع لنا غزل بنات قد كده، فانا كنت متخيله كده، وانا ما عنديش حد بيعمل المكنة دي خالص، فقلت ان هي مش هتبقى موجوده. بس apparently ان غزل البنات دلوقتي بيتباع في المحل زي كده. احنا المفروض هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا نحط 7 اب مع غزل بنات البينك، نحط شويه 7 اب في كوبايه وعليهم شويه غزل بنات. ادي كوبايه، هنحط شوية 7 اب زي ما هي قالت بالظبط. هنحط شوية 7 اب زين عليهم شوية غزل البنات. اوه جايز، بصوا عملت بقى الجامد ازاي. غزل البنات خلاص بقى ليكويد، ده تاب اول ما حطيته داب خالص. طعمه 7 اب، مش حاسه بطعم غزل البنات. انا حطيت حبه صغيرين، تعالوا نعمل تيش تاني. I really love اول ما بيتعملوا رياكت مع بعض بيبقى شكلها حلو قوي.
بصوا هو السبراي بقى طعمه سكر، بعدين حلو اللون البينك يعني، عارفين محسسني كده ان احنا بنشرب حاجه حلوه. ممكن تعملوا الموضوع ده just for fun، ممكن تاكلوا برضو غازل ده just for fun. بس بالنسبه لاول تجربه كنت مستغرباها قوي، بس هي مطلعتش وحشه. تاني حاجه تفاح بس عليه ملح، واحلى حاجه اللي كاتب المسج دي بس خلي بالك يعملك مغص ولا حاجه. لا ينصح باستخدام السكين للناس اللي اقل من 14 سنه، استخدموش السكينه راحتك. وانا بشم ايه يعني التفاح وعليه ملح؟ مفيش ريحه. مش وحش بس في نفس الوقت مش حلو، عارفين الحاجه اللي هو قشطه يعني، هي انت لما تاكليها مش هتحسوا ده ايه ده دي طعمها وحش، بس في نفس الوقت لما اكلتها حسيت اللي هي مش حاجه عايزه اكلها تاني، هي حاجه محايده قوي، حاجه مه كده. عنب وعليه مايونيز في العيش الفينو، عنب مايونيز عيش فينو، جبت عيش فينو مايونيز عنب. احنا هنحط بالظبط 3 عنبات عشان ايه لو طلع وحش ما ماكلش كتير. ساندويتش مايونيز بالعنب بالعيش الفينو، ونقول بسم الله. خالص خيار بالمربى، ليه خيار مربى؟ خلينا نبتدي الخيار بالمربى اللي انا مش مقتنعة بيه خالص. 1 2 3 والله كان نفسي ادوق منها حته ثانيه، بس لا انا بحب نفسي اكتر من كده. اوريو وغمسه في عصير البرتقال. هو انا بصراحه هعمل تغيير بسيط عشان انا نسيت اجيب الاوريو زي ما انتوا عارفين، فلقيت عندي بسكوت في البيت، لقيت عندي بس كريم. هو مش اوريو، اسفة منكم قوي انا بعمل الحلقه دي، بس يعني نعتبره اوريو. عصير البرتقال ده انا متفائله بيه يعني، حاسه ان طعمه هيطلع حلو. ترى طعمه هيطلع حلو. تقعدوا اكتر المره دي بحيث ايه انه يشرب العصير اكتر، عشان اول مره ما حسيتش بطعمه قوي يعني كده، المفروض شربه بزياده. It's not bad. مش وحش. حولوا ان انا كاني باكل بسكوت، مش بسكوت بس شوكليت بعصير البرتقال. ده حلو، ده عجبني. الاكل وصل. فرايز بالايس كريم. بصوا انا عارفه ان الناس كتير جدا بتعملها، انا عندي حتى اصحابي بيعملوها، بس انا ما بحبش ان ادمج الحلو بالحادق يعني. ايس كريم ماكدونالدز لا يعلى عليه، فرايز ماكدونالدز لا يعلى عليها، ليه ندمجهم ببعض كده؟ حلوه قوي كده، جميل. Thank you.
تقييمي لهذه الأكلة هو 5/10. أكلة محايدة جدا يا جماعة، يعني أنا أولا مش حاسة بطعم الفرايز، دي حاجة ضايقتني جدا لأني أنا بحب الفرايز. فرايز ماكدونالدز أحلى حاجات اللي اخترعت في التاريخ، كل اللي حاسة بيه طعم الساندي. فدي بقى السؤال، أنا ليه بغمس الفرايز اللي طعمها حلو لوحديها في الساندي؟ وأنا ممكن أخد الساندي لوحده وكده كده أحس بطعمه، ممكن أخد الفرايز لوحديها وأحس بطعمهم، مش شايفة لهم أي فايدة. الأكلة اللي بعد كده كاتشب بالعسل وبحطها على بطاطس، فا يلا بينا نجرب. much later. نوت فعلا كده عسل، انا معرفش هي قصدها عسل ايه، بس انا حسيت انه عسل نحل، يعني جبت عسل اسود وعسل نحل، بس انا حاسه كده انه عسل نحل. لازم بس اخد بطاطس طعمها حلو عشان اعدل بس اللي حصل دلوقتي. لا مش حاسه بصراحه. تقييمي لهذه الاكله هو 3/10. فراخ بالنوتيلا والبطاطس، ليه عايزين تسببوا لي ازمه نفسيه مع الاكل؟ بحب الفراخ، بحب النوتيلا، بحب البطاطس، بس مع بعض لا يمكن يمتزجوا. فراخ بطاطس نوتيلا، نجرب البطاطس وبعدين هقول لكم رأيي عليها. بصوا انا احساسي بسيط جدا، انا مش حاسه بطعم الحاجه، انا حاسه بطعم النوتيلا بس، يعني مفيش طعم بطاطس، مكانش فيه طعم التشيكن الفراخ، لا طعم النوتيلا بس. فا احنا ممكن نعمل كده بالظبط، بالظبط لو عايزين نحس بطعم النوتيلا، ادي برطمان، ادي معلقة غوص كده، ونوت امين. والاكل اللي بعد كده اللي معانا النهارده اللي هتفوز معانا بان هي تدخل التحدي الجميل ده هو فلافل بالعسل الاسود. هي الفكره كلها يعني غير ان احنا بنتكلم ان فلافل وعسل اسود مع بعض، انا ما بحبش العسل الاسود بقى، بالنسبه لي هيكون عذاب شويه. قطعه صغيره من الفلافل، عسل اسود، هو انا ينفع اخلع؟ ينفع اخلع صح؟ يعني مش لازم ان انا اخد الاكلة دي، بس انا حاطة اصلا drizzles، حاطة drizzles، مش قادرة ان انا احط حبة حلوين، ان انا بجد ما بقدرش ان انا اكله، فحاطة كده كنتوفة كنتوفة. Thank you.
مرين بلاش. الوصفة اللي بعد كده اللي فازت ان هي تظهر في برنامجنا تحدي وصفات المشتركين الغريبة هي زبادي بالصلصة. جبت زبادي وما جبتش صلصة، فبالتالي استخدم كاتشب. الفكرة ان في الكومنت ده مكتوب زبادي بالصلصة تحفة، فيعني محسساني اللي هو هي فعلا هيبقى طعمها حلو مش هتبقى وحشة. هنعيش شوية تاني مع الكاتشب. غريبة. كان في بعض الوصفات غريبة قوي. anyway لو عايزين تشوفوا فيديو زي الفيديوهات دي تاني تقولي في التعليقات تحت عشان اقولها لكم. ودلوقتي هروح اشوف رياكشنات مها في الفيديو ده على الاكل الغريب ده، فلو عايزين تروحوا تشوفوا رأيها ورياكشناتها روحوا شوفوا الفيديو اللي فوق ده، او لو عايزين تشوفوا تحديات الاكل كلها شوفوا البلاي ليست دي. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.